احنا في رحلة جديدة في متينة للعادة. مرحبا بكم في حلقة الاثنين 27 ماي 2024. ساعتين ونص العادة نترافقوا فيهم من توا حتى للتسعة ونص نرجع فيهم على حصيلة الأحداث ما صار في تونس ما صار في العالم في الأربع وعشرين ساعة الأخيرة. باش نحكيو برشا كورة. الحدث كالرياضي بامتياز هزيمة الترجي الرياضي التونسي في إياب نهائي رابطة الأبطال الإفريقية 1-0 ضد الأهلي. الأهلي يتوج برابطة الأبطال الإفريقية والترجي يكتفي بالمرتبة الثانية. باش نحكيو زاد علي ساير في فلسطين ومجد جديدة البارحة يقوم بها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني الأعزل. إبادة جماعية متواصلة والعالم يواصل المشاهدة. نحكيو في أخبار أخرى تباعا تيلة الساعتين ونص. بعد شوية نتعرفوا على الفائز معنا بويكاند في نزل فيه 5 نجوم من إهداء ترافل تودور. السلام عليكم وين ما كنتوا، إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم مبارك، إن شاء الله طريق السلامة للناس اللي قصد ربي. نستناو تفاعلاتكم على الباج فيسبوك ديوان فام ولا على المباشر على اليوتيوب ديوان فام لايف. هذه رفماك حتى للتسعة ونص. تحية لكم وين ما كنتوا وتحية للأرمادة. أرمادة نجوم الرفماك يقودها كالعادة أكيد أنه مش في أفضل حالات، وباش نحكيو من بعد ما على الكورة المشجع رقم واحد للأحمر والأصفر برنس. صباح الأنوار، ربي فضلك، صباح النور، صباح الخير، صباح الفل والياسمين، صباح عيد الميلاد السعيد يا سي رفيق يا باهي. يلي عي... كي يقول لك انا انت ولدي شوف كيفاش اللي على اليسار قاعد يضحك عليا توا. علاش؟ خاطر عيد ميلادك يتيح. ما شنو هو يتيح؟ فرد عيد ميلاد ولدي ماهر بن سعيد. ربي يفضل وربي يعطيه الوقت. ربي يطول في اعماركم في الخير وفي الهناء وفي السعاده، ويطول في اعمار وكل اللي قاعد يتبع فينا. ربي يا رب نرجع للكوره، نحب نرجع كوره، خاطي الكوره الانترناسيونال النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي في كره اليد. انا نحب نحيي جماهير الترجي ونحب نحيي زوز فرق والمسؤولين والحكام الكل على الروح الرياضيه العاليه. فك الروح في في, في عكس هذا اللي صار مع وليدات صغار بين النجم الرياضي الساحلي والاتحاد المناسيري يندى له الجبين. يا ولادي راهو في الصغار ما نحبوش نتيجه، نحبوا صغار تشيخ، نحبوا صغار تلعب. والله يا راف يلي من الكلمينين والقديم حتى للجنيور كيما القرايه نتاع صغار ما نفرقشوش على النتيجه. نمشيو يبدا فرحان واحد باش يلعب، بجا ربي يردوا بالكم، ردوا بالكم على صغيراتنا، خليهم يشيخوا. نهاركم زين وربي بقى علينا وعليكم الستر الى يوم السبت. باش نحكيو معاه برشا كوره بعد شويه. هل كانت منتظره الهزيمه؟ هل كان منتظر المردود؟ خيبه امل في علاقه بالمردود. باش نحكيو على سار زيد مع جماهير الاحمر والاصفر اللي كانت حاضره باعداد غفيره جدا في القاهره. جزء كبير تمكن من الدخول وجزء كبير كذلك عجز عن الحصول على تذكره لمقابله النهائي. المدرب رصيد البشري الترجي المستقبل كاس العالم، هذا الكل باش نحكيو فيه بعد شويه مع لوغرو ناصر البدوي. ناصر صباح الفل. اهلا بك رفيق، اهلا بك، ان شاء الله نهاركم زين، نهاركم اسعد ايام، ان شاء الله نهاركم مبروك، ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه ناس كل، ان شاء الله كل عام وانت حي بخير يا رفيق، ان شاء الله ربي يعطيك طول عمره صحه البدن وربي يحمي الناس كل. صحيح نهايه الاسبوع كانت كرويه بامتياز، كانت افريقيه بامتياز، كانت تونسية بامتياز. البارح زاد النجم الساحلي قدم معناتها قولوا احنا معناتها عن سحب الثقة من السلطة بتاع التحكيم، معناتها النجم الجويني هيئة التحكيم. وان شاء الله معناتها تشوف الكورة قاعدة في تونس كل جمعة تعيط لأختها، واحنا مالو رزمو مازلنا في نفس المشاكل بالرغم انه بدلنا كل شيء، لكن ديما نفس المشاكل هما بيدهم قاعدين في تونس. ان شاء الله نهاركم اسعد ايام، ربي باقي ستر عليكم الناس كل. امين. باش نحكيو مع كورة زيادة هو بعد شوية رئيس مصلحة الرياضة السابق بقناة الأفق لوغرو حاتم الحاج. بونجور رفيق، صباح الخير الناس الكل، ان شاء الله بداية أسبوع تكون بكلها نشاط، وانا معني عندي امل في الاسبوع هذايا، ظهر لي اسبوع باش يتعدى به خاطر برشا حاجات قاعده تتبدل وان شاء الله في ما احسن. انا نهار السبت رفيق بالحق عديت سوتيتراج وعلق نلقى في الكومنتير ما تصلحنا الواحد هذاك الاورديناتور، اطلب زياد اطلب زياد، وين قلبت الكونديكتور نتاعي خاطر سمعت فما خوذه دونك شويه هكا معلومات ومراسل الكوره وكل شيء فهمت والعبيد. وبعديش في لحظه تنفيليت خممت باش نكلمه، وبعديش هكا رجع لي مخي قلت تي رفيق وعنده 10 سنين وهو يزلز فيه ويغلبه،
صورني انا في المباشر من مصر معناها تنجم علاقات دبلوماسيه تقطع نجم فما دبابات تمشي بحض الحدود يا اخي قلت نعتذر من الجمهور نعتذر من المستمعين راني بعدين يرجع لي شاد العقل وجوست بالمعلومات اللي عندي سينو نقول لك عيد ميلاد مبروك عايش حتو ماشي في بالي اصغر مني برشا ما عادش باش نعيط لك ولدي باش نعيط لك خويا خويا صغير خويا صغير والعمر والعمر سما شوكي سما شوكي سما شوكي معناها مش مازالك على الانتريت رحبوا بها الجميلة الأنيقة الرشيقة سندريلا صباح الأنوار بونجور صباح النور صباح الورد والفل والياسمين والحاجة المزيانة كل شهر نهاركم زين إن شاء الله بداية أسبوع موافقة على التونس الكل وين ما كانوا يسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس سلم عليهم برشا برشا إن شاء الله كل عام تصحى بخير رفيق جوايز أنيفرسير إن شاء الله ربي يعطيك طول العمر وربي يعطيك ما تتمنى والصحة ويفضلك العزيز عليك وخدوجة خاصة سلمى تويس الكل وسورتو اليوم عيد ميلاد مزيدا هما بيدهم نقول لهم جوايز انيفرسير ونحب نغتنم الفرصه اليوم باش نقول لمامون الكل امهات الكل ان شاء الله كل عام نتوما حيين بخير ربي يفضلكم وربي يطول في اعماركم ربي يرحم اللي توفاو وربي يشفي الامهات المرضى وربي يخليكم لينا يا ربي. عيد سعيد لكل الامهات البارح احتفلنا بعيد الامهات ان شاء الله ربي يفضل الامهات الكل اللي على قيد الحياه ان شاء الله ربي يرحم الامهات الكل اللي توفاو نرحبوا به بور لافان نجم النجوم خبير التحاليل الرياضيه مراسلنا ومبعوث الديوان وسائل الاعلام في القاهره وملعب القاهره الدولي باش حكينا على اللي عاشوا الجمهور باش حكينا على اللي صار باش متحكي فيه زيد هذا باش نحكي فيه بعد شويه المحب للترجي لوغروز زيد المكي صباح النور اهلا بك رفيق نرحب بك ونرحب بالناس الكل ان شاء الله عيد ميلاد سعيد خويا رفيق اليوم معناتها عيد ميلادك صادف معناتها باش نحكيو على الكورة وكل البلاتو باش يكون سخون اخويا ان شاء الله كل واحد اليوم يحتفل بالعيد ميلاد نتاعو يكون بخير وتحية ليك رفيق على وقفتك معايا في مصر والامور اللي خدمتها لي غادي انا افهم في مصر والله طلع معايا واحد قال لي انا ماشي في بالي نحب الراك خاطر في بالي رفيق يعرف جماعة الكاف ويعرف رئيس الكاف اما قال لي سمعت في التليفون وسمعت توصيات رفيق على المرا والخلعة قال لي خويا متاح قلت له ايوه هاك ريتني في الطيارة لا عندي لا تذكر ولا شيء أم بالحق يا رفيق العبيد اللي مشيت شيء من وراء العقل معناتها جمهور هبط من كل بلاصة نعرف واحد عمل باريس أثينا أثينا مصر الطيارات كومبلي والحق متاع ربي زاد تحية للطيارات والعوان اللي يخدموا في المطار اللي سهلوا جماهير الترجي ما خلوهمش يستناو معناتها لي فول متاع ليسبيرونس نجم نقولوا حسيناهم سبيسيال قيشي على ذمتهم صرحوهم وفرحوا بيا في المطار وباش نحكي لك طرفة رفيق أنا روحت المطار عندي 80 يورو فضلي واقف باش نصرح عليهم وقلت بكشي تهريب عمله وكل مع الباسبور يا غبرامونك تصرح يزم 5000 يورو يا اخي جاني عام قلت له عندي 80 يورو تحب تروح قال لي انت مهبول برا 80 يورو قال لي ما عندك الورقه نتاع البنك قال لي امشي البنك قال لي هذاك اش ناقصنا تو باش نقعد تقول لك انت 5 يورويات 5 يورويات خاطر اللي تلعبات شاده الصف غبرامون هذوكم الاغنياء فهمتي ولا دونك تحيه لهم والله فرحوا بينا وتو نحكيو باكثر تفاصيل على الجماهير كيفاش تستقبلوهم غادي وكل شيء خاطر لازم نحكيو نحكيو بعد شويه على جماهير الترجي اللي صار في القاهره ما نعرفش صاروا شويه مناوشات بين زوج جماهير شفنا شويه باب جماهير الاهلي زاد رميوهم جمهورنا زاد غنى غنيات مش ولا بد في مصر وفي خال الخليلي في الدين هذا الكل المهم يهمنا تو ولادنا الكل يروحوا ان شاء الله عندنا البارح حسب ما قريت الصباح كي قمت 19 واحد موقوف السفير قال 10 تم اطلاق سراح السلطات في تونس تكلمت بيان سير ما زالوا 9 سلطات تدخلت ان شاء الله بكل ثقلها وان شاء الله في قدم الساعات يتم الافراج عليهم الكل واكيد انه باش يتم الافراج عليهم الكل ما فما حد شيء ريان دو جراف معناها في اللي صار الكل نتمناو الشفاء للسيد اللي عمل العمليه معناها بعد نحاولوا ناخذوا اكثر تفاصيل الحمد لله رغم بشاعه الصوره قالوا لاباس والعمليه ناجحه دكتور ذاكر لهيذ مهبط فسر قال ما تتشكيوش من بشاعه الصوره راهي فراكتيوج درا شنو فسرها اما راهي ترجع معناها باذن الله يرجع يمشي دوك الحمد لله عليه مسؤوليه الترجي تحولوا له غادي مشى له حتى المدرب خساره العمليه تكفل بها رجل اعمال تونسي غادي سور بلاس يظهر لي دوك مشكور كذلك رفض الافصاح على اسمه هذم الكواليس نتاع المقابله كله لكن باش نحكيو كوره الترجي ما كانش يفضل حالاته
الرجل ما كانش مزيان فوق الملعب. خلينا نحكيوها معناها الهزيمه كانت مقلقه بار الهدف وبار الظلم بتاع الحكم وضربه الجزاء، لكن الترجي ما كانش الترجي اللي حبيناه في الفينال. نقص في الرصيد البشري، ميفارب، اخطاء تكتيكيه، هذا الكل باش نحاولوا نحكيوا فيه بعد شويه. السلام عليكم وان شاء الله نهاركم زين، نهاركم فل الناس الكل. تحيه من القلب لكل الناس اللي قاعده تبعث في المساجات على الباج فيسبوك الديوان ولا على اليوتيوب على المباشر. جوهره ماجده، نيروز، بثينه، تسنيم، ميموني فوزيه، كل ماجده رمضان، فدوه ديلي، كل الناس ما نجمش نسمي الناس كل. تحيه لكم، شكرا على التفاعلات، شكرا على التهاني وعلى المساجات، وربي يعطيكم ان شاء الله على قد قلوبكم. يغيب علينا صديقنا محمود البارودي، محمود البارودي اللي الحكايه بدات هكا بفلكه شويه، خليني بعين توعك صحي، ما يسمعش الكلام وما يمشيش للطبيب وكذا، فالامور هكا الحمد لله لاباس ان توكا نقولوا، ولكن محمود قد يجري عمليه صغيره على يمات هذوما. نتمنى له ان شاء الله الشفاء العاجل، نحاولوا كان هكا تحسن الحاله الصحيه ناخذوه بالتليفون على الاقل باش ما يقعدش ساكت في الدار معناها 4-5-10 ايام، نجم يتقلق محمود معناها. دونك رأفة بزوجته لميا ناخذوه يحكي معنا اي موضوع، المهم يتكلم معنا شوي اسهال لغوي اسهال لغوي، وبعد يرجع. سلموا عليك برشا محمود، نحبك برشا ولطف عليك، ان شاء الله لاباس، ان شاء الله تقوم عائلتك وتقوم لنا في صحه وعافيه. السبعه